التعليق على خبر تحديد موعد عودة السكان الأحياء المتضررة إلى منازلهم بعد كارثة الأربعاء الأسود في جدة، معنا عبر الهاتف العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في محافظة جدة. أهلا وسهلا بك، على أي أساس ستكون العودة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ومساكم الله بالخير جميعا والمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بآلية العودة، كما يعلم الجميع أنه هناك لجان قامت من بداية الأزمة أولا بحصر الأضرار في المرحلة الأولى، ومن ثم أيضا العمل على تقديرها، وهناك أيضا لجنة مشكلة من الدفاع المدني ووزارة المالية والأمانة في الكشف على المنازل والتأكد من سلامة المنازل. وبناء على هذه الأعمال استمرت اللجنة طوال المرحلة الماضية في الكشف، وقررت بوضع مرحلة معينة للمساكن المهيئة للعودة والمساكن غير المهيئة للعودة، وقررت أن يكون 26 من هذا الشهر اللي هو يوم الأربعاء كحد لهذه المرحلة. فيما يتعلق بالمنازل غير المؤهلة إنشائيا، سيستمر بإذن الله إسكانهم في المرحلة الرابعة والتي ستبدأ إن شاء الله اعتبارا من الخميس القادم، وتستمر بإذن الله حتى يتم العمل على صرف التعويضات لهم. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والتي أصبحت منازلهم مؤهلة للعودة، سيكون بإذن الله عودتهم خلال هذه اليومين القادمة، وتم تحديد هذه المنازل المؤهلة وغير المؤهلة من خلال هذه اللجان، ومن خلال أيضا توجيه ومتابعة من سمو محافظ مدينة جدة، والذي يحرص على أن لا يعود أي أسرة لمنزل غير مؤهل. يجب أن يكون المنزل مؤهل حتى تعود هذه الأسر إلى منازلها بإذن الله. نعم، ولكن ما كم نسبة البيوت اللي مؤهلة الآن من إجمالي البيوت المتضررة؟ بالنسبة للمنازل كانت عدة مراحل. المرحلة الثالثة شملت 2533 منزل، واللي هم يشكلون في المرحلة الأخيرة هذه اللي هي المرحلة الثالثة. بناء على الكشف حتى يوم أمس، واللجان ما زال عندها كشف اليوم، من أصل كم عميد محمد؟ 2000 من أصل كم؟ 607 أسرة أو 607 منزل غير مؤهلة للسكن في المرحلة القادمة، ومن ثم هذه 607 سيستمر إسكانهم إن شاء الله في المرحلة الرابعة والتي ستبدأ من يوم الخميس القادم، والأسر الأخرى اللي منازلها مؤهلة سيعودون بإذن الله. نعم، شكرا لك العميد محمد القرني رئيس مركز الإعلام للدفاع المدني على هذه المعلومات. طبعا موضوع كارثة جدة، وهذا كل الناس تترقب لجنة تقصي الحقائق. في تصريح الأمير خالد الفيصل أعتقد أمس وقبل أمس قال في أنه يعني اقترب الإعلان أو اقترب مو الإعلان رفعها إلى الملك النتائج التقصي. طبعا في حديث متداول في الأوساط الجداوية إذا جاز التعبير، الأوساط السعودية، عن أسماء كبيرة، رجال أعمال، مسؤولين كبار. إحنا إن شاء الله راح نكون نفتح هذا الملف قريبا، ولكن يعني نبغى كذا نقطة بس تتجمع ونتكلم فيها.